يا لا لا يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا 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 في عصر المعلومات وعصر الإنترنت والاتصالات أخذ كل مجموعة من الناس أو مجموعة من الأشخاص بتأسيس موقع لهم على الإنترنت مثل جامعات ومؤسسات تجارية وحكومات مدارس وزارات وحتى القبائل. ومن هذا المنطلق رأينا أن نؤسس للقبيلة منتدى باسم يكون بمثابة المجلس الافتراضي أو البيت الذي يجمع القبيلة يتواصلون فيه من مختلف المناطق وحتى من خارج المملكة ويكون بمثابة البيت الذي يجتمعون فيه والشباب شباب الإنترنت يقضون أوقات ليست قليلة أمام الإنترنت وكانت فرصة لأن نقوم بتأسيس هذا المنتدى ليتواصلوا ويتعارفوا وإن شاء الله أن فيه من الإيجابيات شيء كثير وكأي عمل ربما كان له بعض السلبيات ولكن نحرص إن شاء الله على تلافيها. يا لا لا يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا لا